أنا ما أعطيتك شيء، ونجوم السماء أقرب لك من أني أخليك تصطني نخيلي. نخيلي طاهرة يا مرشد، طاهرة، واللي مثلك يدنس كل شيء. أنت ما أعطيتني شيء. نعم كلامك صحيح يا هاشم، لكن أنا استطنيت النخيل من درويش وحارب اللي استطن النخيل من عندك. جايوني يترجوني، قالوا لي استطنا من عندنا، فما حبيت تردهم خايبين. إيش انت كذاب كذاب، هذا الكلام ما صحيح. كذاب ما كذاب، انا قلت لك اللي عندي يا هاشم، والحين اريدك انك تهتم بنخيلي مثل ما تهتم بنخيلي. انا انسان ما احب المشاكل ترى، واذا ما مصدقني اسال درويش وحارب، هم بيخبروك بكل شيء. يلا مالنا يا الشايب هاشم. درويش حارب، يعني هذا الكلام صحيح مو قاله مرشد؟ تكلموا وقولوا شيء. صحيح عم هاشل، صحيح. ظروف مو خلتنا نسوي كذاك، وحاجتنا كانت اكبر منا، وحاجتك كانت اكبر منك. كان يمكن نجي ونقول لك بظروفنا، لكن نعرف ان الفلوس خلصت وما تعطينا اياها. ووقت الطنا خلص، وكان يمكن ما تقدر تصطادنا، فما كان قدامنا غير ان نروح عند مرشد، هو الوحيد اللي يقدر يساعدنا. كان المفروض انكم تجيوا تخبروني قبل لا تسويوا اي شيء. احنا فكرنا نجيك، لكن قلنا موسم الطنا خلص وما في فائده. كلمنا مرشد ودفعنا مرشد اكثر من دفعنا للشايب هاشل. وما اظن الحاج حمود ان في حدا يدفع عنا مثل ما دفع مرشد، والحقيقه احنا ندور مصلحتنا ومصلحه اولادنا. اخاف تكونوا متفقين مع مرشد على هذا الشيء. حشا، لا اتفقنا مع مرشد ولا غير مرشد، احنا كنا نستطنا حال عمارنا، لكن ظروف ما ساعدتنا. ايش تبغانا نسوي؟ نزرق؟ بعدني اشك في كلامكم. يا حاج حمود لا تشك في كلامنا، ولا تزعل منا، ولا يزعل منا الشايب هاشل. شوف لك واحد يصطدنا نفس النخيل وبنفس السعر اللي دفعنا يا هاشل. مرشد ايش فيه؟ مرشد واحد من اهل الحاره، والمساله ما تفرق سواء اصطدنينا احنا او اصطدنا مرشد. بس الشايب هاشل ما يرضى مرشد يشاركه في امواله. احنا قلنا اللي علينا، والمساله الحين بقت في ايديك انت وفي ايدين الشايب هاشل. الحين انت سمعت كلامنا زين وفكروا فيه، ونحن بنترخص، ومع السلامة. المسألة ما تخلى، أكيد في شيء بينهم وبين مرشد. إيش؟ طلقها؟ أيوة عمي، وهي الحين بيت أبوها، بس أظن إنه بيرجعها. كيف؟ يرجعها؟ نشوف كيف بيرجعها. مرشد، إيش بعد؟ وموضوعي أنا بعدين يا فاطمة، هو وقت الحين بيرجعها. على كيف يرجعها؟ هيك انا موجود ارجعها. مرشد شوف كيف. مرشد خير ايش ياك؟ بعد بعدين بعدين. والله بعد انتم ما عندكم شغل.
من عند الباب. ألف مبروك على الطلاق يا سلمى. هذا أنت؟ أنا سويت اللي علي. ولا بعد سويت اللي علي. صحيح؟ رجعت البيت والمزرعة لأبوي؟ لا، بس أنا تنازلت عن القضية وأبوك ما دخل السجن، وهو الحين قدامك يسير ويجي على راحته. هي أما المزرعة والبيت برجعهم بعد زواجنا. تتذكري شروطنا ولا نسيتيها؟ لا ما نسيت. وإيش تريد مني الحين؟ الحين حبيت أبارك على طلاقك من حسان، وأذكرك باتفاقنا بعد ما تخلص العدة أنا تراني جاهز للزواج. وإيش المطلوب؟ مطلوب يا سلمى أنك تديري بالك على نفسك، ترى كل الأمور الحين ماشية لصالحنا، ويانا وياك تفكرين ترجعين لحسان مرة ثانية ولا ترى السجن ينتظر أبوك وانتي حرة. الحين بسير عنك قبل لا يجي أبوك من المسجد. زين؟ سلمى! سلمى! حين أبوش؟ أبوي في المسجد. وإيش كان يريد مني مرشد؟ كان يسألني عن أبوي. تكذبي والكذب بين من عينش. لكن ما عليش يا سلمى، ما عليش، أنا اللي بعرف للزين. أنا السلام عليكم. استريح. عمتي زكية تريدك. شاف اترخص عنكم يا جماعة. تمشي سامحوني. يعني خبرتي خميس ها؟ هي نعم خبرته. وتريديني أطلقك؟ اليوم قبل باكر. اليوم السماء أقرب لك. حتى طلاقي أشتري منك بفلوسي؟ راح أدفع لك 10,000 اللي طلبتني يا الحرامي. حتى لو دفع 100,000 كلمة الطلاق هذه ما رايحة تسمعيها مني. بخليك كذاك معلقة، لا أنت زوجة ولا مطلقة. يعني إيش؟ هل اللي يتحدى مرشد يا زكيوه يطحنه يدوزه؟ طلاقي نسيت قبل لا نسيت اسمك. ايش كان يقول لك؟ تكلمي. ماشي يا ابوي ماشي.
ايش قاعد قولي لي؟ كان يسالني عنك. كم مرة حذرتش؟ كم مرة قايل لك لا تكلميه ولا تخليه يجي بيتي كم مرة؟ قومي هل عم تغير كانتني هل؟ ما اعرف يا ابوي. اعرفوش على شو؟ ابوي وقايا وصلني ابوي لا تكلمني كم مرة قايلك لا تجي بيتي؟ انت ايش تريد منه ايش؟ اهدى يا خميس يا اخوي اهدى، انا ما اريد لك الا الخير. خير من وراك انت، انا ما ابغى ولا ابغى اشوف وجهك ولا ترى بيصير اخر يوم في عمرك. يا ابوي لا تورط نفسك بمصيبة جديدة. لازم تعرف يا خميس اللي جابني بيتك موضوع يخصك ويخص شرفك، وما ان علي خليك على عماك من غير ما تعرف شيء. وبعدك تتكلم على شرفي يا عجيب الشرف. ما انا اللي يتكلم على شرفك، ولد اخوك اللي جالس ينشر في الحاره من غير حشه وحشيمه، ويقول ان بنتك في الليل تقابل واحد ما معروف وعشان كذاك طلقها. هذا اللي خلاني اجي بيتك. الانسان ما يملك شيء اعز من شرفه يا خميس، وهذا ولد اخوك حسان لازم تأدبه وتوقفه عند حده، ولا ما يتكلم على البنيه هذا الكلام. ايش قلت يا مرشد؟ والله الحاج حمود انا قولي واضح، الجماعه حارب ومصبح ودرويش لما استطلوا من الشايب هاشل استطلوا بمبلغ، ولما رتنا استطلنا من عندهم ضاعفوا المبلغ، والحين اللي يريد استطلنا مني انا بعد ضاعف المبلغ ضعفه، لاني اريد استفيد. واذا الشايب هاشل وغيره يقدر يدفع أنا ما عندي مانع، والحين عاد القول قولكم والكلمة كلمتكم. بس أنت اطمعت كثير يا مرشد، وكلامك هذا كلام تعجيز. والله أنا ما جالس أضرب الناس على يدينهم، هذه تجارة، اللي عنده يدفع واللي ما عنده يخرج من السوق. وإيش تقول أنت يا هاشم؟ أقول حسبي الله ونعم الوكيل. لك يوم يا الظالم، لك يوم. أظن أن الموضوع انتهى. كم؟ 30,000، كل طلقة 10,000. أنا أحب بيع الجملة لأنه أحسن لي، ومرشد ما يخسر ابدا. تريد تطلق امي؟ هي اللي تريدني اطلق، وكانت من زمان تتحايل علي اني اطلق. بعدين انت يا فاطمه ما يرضيك اني اطلق امك ب10,000 ريال بس، هذه على وزنها لازم تطلق ب100,000 ما ب10. مرشد ال10,000 اللي طلبتهم موجودات، سمعني كلمة الطلاق أول شيء إذا تريدهم. والحين بقيت الفلوس في الكيس، طلق يا مرشد طلق. زكية، زكية، انت طالق يا زكية. الحمد لله، الحمد لله ان الله خلصني منك ومن شرك للأبد. حرام عليك، حرام عليك يا عمي حرام. وانا
دفعي 10,000 وتكوني طالق. مبروك عليك 3,000 يا مرشد. ثلاثة آلاف وحرام في بطنك إن شاء الله. مبروك عليك يا أبو الشباب. سويتيها يا زكية، إذا ما خليتك تبكين دم ما أكون أنا مرشد، وبنشوف من اللي بيضحك في الآخر. الحمد لله على سلامتك يا أبوي، إن شاء الله ما تشوف شر. الله يسلمك شاهدتي، ما ظنيت أني بنهض من هذا الطيح. لا تقول كذاك يا أبوي، أنا ما أقدر أعيش من غيرك، أنت كل شيء لي في هذه الدنيا. مالك يا أبوي؟ من إيش تشتكي؟ إذا كان على الشكوى يا بنتي فأنا أشتكي حتى من نفسي. يا ما قادر أنسى الكلام اللي قاله مرشد عنش. معقول حسان يتكلم عن إيش وهو ولدي؟ ما أظن حسان يقول هذا الكلام يا أبوي، هذا كلام مرشد، ومرشد يكذب. مرشد ما يكذب يا سلمى، عمره ما كذب، ولا يحب يتكلم على أعراض الناس. وأنت إيش اللي جابك هني؟ ما كفاك اللي سويته فينا؟ أنا ما سويت شيء يا أخوي يا خميس، لكنني قلت لك اللي قاله ولد اخوه. بس عاد يا مرشد يكفي، ولو سمحت تفضل من هنا، ابوي ما يريد يشوفك. لكن انا اللي اريد اشوفه واطمن عليه. انت نسيتي اني انا اللي جبت المستشفى؟ يعني خميس يهمني مثل ما يهمك، هو صاحبي وصديقي من سنين وما يهون علي. ما تشوف شر يا أخوي يا خميس، ما تشوف شر، يا ليتني أنا ولا أنت. والمزرعة يا مرشد والبيت، ترى العمر ساير على النازل يا مرشد. موجودين يا أخوي موجودين، بس أنت إن شاء الله تطلع من المستشفى بالسلامة وما يصير خاطرك إلا طيب. عفا عليك بس. الحمد لله على السلامة. ايش تريد الثاني؟ ايش تريد؟ حسان يا ولدي لا تاخذ على خاطرك من عمك، عمك تعبان وعصبي وانت تعرفه زين. تعال رجع صالحه، رجع صالحه وتاسف منه. تعال. انا ما غلطت في حقه ولا سويت شيء عشان اتاسف منه. كيف ما غلطت في حقه وانت طلقت بنته الله يهديك؟ تعال تعال رجع المستشفى صالحه. تعال. مستحيل ارجع، مستحيل. انا جاي اطمن عليه، شفت كيف قابلني؟ بكف على وجهي. لا تمشي وراي لاني انا ما اطيقك ولا اطيق اشوفك.
زين يا حسان، إذن بعدنا بناخذها مزرعة الشايب. حاول ترجع هذا الولد معي، ما رضى مرة ثانية يجي معي. ما أبغى أشوف وجهه بر. إيش أسوي أنا بعد تاني؟ بغيت أعمل معروف عشان أصالحكم، بس الله يهدي هذا الولد راسه يابس عصبي مرة عنيد ما تطالع على من. وبعد أنت الله يهديك يا خميس يا أخوي، جاي يعتذر منك عن اللي قاله، تقوم وتصفحه؟ يعتذر مني؟ يعتذر مني بعد إيش؟ بعد ما شوه سمعة بنتي؟ هو الحين اعترف إنه غلطان، وإن الكلام اللي قاله كان في حالة غضب، والإنسان ترى ما معصوم عن الغلط، والحين عاد جالس يتوعد مرة ثانية ويقول أن اللي ما يعرف بيع. استغفر الله استغفر الله 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 الناس هلا ما فيهم ضمائر. نعم ما فيهم ضمائر. بس كفاية، أنا ما طايق أجلس هنا ولا دقيقة. أبا أسير بيت، أبا أسير بيتي، ودوني بيتي. الدكتور وحده اللي خليك تطلع من المستشفى يا أبوي. أنا الحين بسير الدكتور وبكلمه عشان يطلعك. ترى الحمد لله الحين بخير وعافية، ما في شيء، الحمد لله رب العالمين. الحين بسير للدكتور بكلمه. السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شغل لك بالك يا فوزية. استاذ هلال، عرضت عليك في المرة الماضية اني اساعدك، وبعدني اعرض عليك مرة ثانية. خير يا فوزية؟ ايش فيك؟ بالفعل يا استاذ انا محتاجة للمساعدة، لكن ارجوك اللي اقول لك اياه يكون بيني وبينك. وانا اوعدك بهذا الشيء، بس انت قولي. اظن انك تعرف غسان وتعرف حكايته مع الاستاذة سميرة. السالفة فيها غسان بعد؟ أيوة، لأني حسيت أنه صادق في كلامه مثل ما حسيت أنه صادق في مشاعره. وأرجوك أرجوك لا تلومني على التصرف اللي عملته معاه، لأني ما ناقص لوم من أحد. ما حد بيلومك يا فوزية، أنا أريد أساعدك بس. إيش فيكي؟ لا ما في شيء. إذا كنتي خايفة من الكلام هنا فتعالي عندي المكتب. بعد ما أخذ المبلغ بدأ يبتعد عني تدريجيا، لا وبدأ يتغير في كلامه وأسلوبه وتعامله. حسيت كأنه إنسان ثاني،
يمكن تكون عنده مشاكل في عمله أو مع أهله، وهي اللي خلاته يتغير كل هذا التغيير اللي أنت تتكلمين عليه. وترى الإنسان يفقد شعوره في أقل من لحظة. صحيح، وأنا أوجدت له هذا العذر، حطيت كل الاحتمالات اللي قلت عليها، لكنه في يوم غير رقم تلفون النقال، والنقال هو كان الوسيلة الوحيدة اللي بيننا، يعني لا أعرف له أهل أو صديق أو أي رقم تلفون آخر. هذا ما يعطي غير معنى واحد وبس، إنه غسان أخذ المبلغ وهرب، وأنا ظروفي المادية قاسية. معنى هذا إنه غسان نصب عليك؟ ما أعرف يا أستاذ، ما أعرف، يمكن أكون استعجلت لما خبرتك، يمكن يكون غسان ما متغير علي، أو يمكن يكون عنده ظروف وما قادر يحلها. إيش الطيبة هذه الزايدة عن حدها يا فوزية؟ الإنسان مطلوب إنه يكون طيب، لكنه مكروه لو كان غبي. أنا آسف، لأنك أنت لغاية الحين ما قادرة تثبتي إنه غسان أخذ منك 5000 ريال. أنا ما عارفة إيش أسوي وكيف أتصرف. أنت في قرارة نفسك ما مقتنعة إنه غسان ممكن ينصب عليك وياخذ فلوسك، وفي نفس الوقت ما قادرة تدفعي القسط اللي عليك. يعني أنت في حيرة كبيرة يا فوزية. في البداية اقتنعي أنه غسان نصب عليك وأخذ فلوسك، بعدها نعرف نتصرف معه. بس كيف وأنا ما عندي أي دليل مثل ما تقول؟ مسألة الدليل خليها عليك. بس ان شاء الله ما تخلف بوعدنا يا عبد العزيز. انا وعدتك يا ايمان، موضوع المحاكم والقضايا هذه ان شاء الله راح تنتهي بمجرد ما احصل السلفه من البنك علشان امشي نفسي في السوق. يعني هاي السلفه موجوده معك، بس يفترض نكون انتهينا من موضوع سميره. ان شاء الله موضوع سميره راح ينتهي للابد ان شاء الله. بس انت ندمانه عشان اعطيتيني السلفه يا ايمان؟ انا لا ابدا، بس انت ما شايف شوي تسرعنا في موضوع رهن البيت للبنك؟ لا تسرعنا لا يا ايمان، ما اعتقد، بس احنا لو حصلنا وسيله غير عن هذه الوسيله كنا اتبعناها. انت خايفه يا ايمان؟ انا لو كنت خايفه ما كنت جيت لغايه البنك وخلص موضوع السلفه بنفسي وبرضاي. وانا ان شاء الله وعدك انه موضوع السلفه هذه بحاول اني اسددها قبل الموعد اللي حدده البنك ان شاء الله. ان شاء الله. طلب الأستاذ عبد الحميد إنك ترجع الشركة مرة ثانية ما ممكن أرده، لكن يكون في علمك اعتبره إنذار لآخر مرة، ولو صدر منك أي تصرف يسيء لسمعة الشركة أو حتى أصحابها ما تلوم إلا نفسك. تفضل شوف شغلك الحين مرة ثانية.
شكرا يا عبد الحميد انك خلصني من الزواج الغير متكافئ هذا. يكفي تجربة واحدة بس. منى، منى بنتي يا سميرة، ويا ريت انها تكون بنتك بعد. قولي لها هي، ولا هي خليها تحس اني انا امها. كل شيء ممكن يتصلح لو كان هناك هدف للاصلاح. صباح الخير استاذ عبد الحميد. غسان، غسان كفايه مشاكل من فضلك، كفايه مشاكل. انا ما قلت لك شيء. صباح الخير استاذ عبد الحميد، انا جاي اخدمه بس. وبعدين اذا كان على المشاكل، ما انا اللي يسوي المشاكل، شوف من اللي يسوي المشاكل واللي ما تتوقع يكون السبب في اي مشكله. شوف غسان، انا ما فاهم شيء ابدا. بعدين الاستاذه سميره بتفهمك كل شيء. غسان؟ وش فيك مستغربة كذا يا فوزي؟ ليش غيرت رقم تلفونك يا غسان؟ ليش اختفيت وصرت ما تحب تكلمني؟ ايش اللي صاير يا غسان؟ اعتقد يا فوزية، انا من البداية خبرتك عن مشاكلي مع اهلي اللي كل يوم جلسة تزيد. خبرتك انا، حصل ولا ما حصل؟ حصل، لكن ليش غيرت رقم تلفونك؟ لا، الرقم اللي كان عندي يعني ما رقمي يعني. انا رجعته لصاحبه. كان تلفونك يا غسان هو من هدايا الاستاذة سميرة. ما كان رقمي. المهم انا اريد اشوف سميرة في موضوع مهم جدا. يعني ما جاي تشوفني انا؟ لا، انا جاي اشوفك انت طبعا. في الاساس، في الاساس انا جاي اشوفك انت. وهذا انا، شفتك وطمنت عليكي، والحين اريد اشوف سميرة اذا ممكن. انت كذاب، ما صحيح اللي جالس تقوله. لا، العمر ما كان شريك صالح باي شيء. هذه لعبة منك وكلها تدابير منك ومنك استاذك عبد العزيز. فكري فيها شوية يا سميرة، انا مالي مصلحة اني اكذب عليك. انا حبيت اخبرك عشان تاخذي حذرك من هلال، ولا تنسي ان علاقتنا ما انتهت ولا راح تنتهي. كل اللي قلته كذب، كذب. اطلع برا، اطلع برا الحين، اطلع برا. شوي شوي يا سميرة، شوي شوي عشان تعرف تحافظ على الأمانة اللي عندك. وظاهر ان الطرد صار هوايتك المفضلة. اطلع برا. ايوه ندى سميرة. طلبي لي هلال وخليني بكتب بسرعة.
ممكن تقول لي حضرتك ايش علاقتك بصالح سعيد مسعود المدير السابق في الشركه؟ انا مستعد اقول لك بكل شيء لاني دائما اريد اكون واضح معك، بس نفسي اعرف من اللي وصل لك موضوع علاقتي بصالح؟ غسان بدون لف ولا دوران، أنا بقول لك عن كل شيء لأنه كرامتي دائما فوق كل شيء ومبادئي هي أساس حياتي. صالح سعيد مسعود يكون ابن خال أبوي، وهو سبب تعييني في الشركة. صالح ساعدني كثير في حياتي وساعد أهلي، ولما عرف أني حليت محله في الشركة طلب مني أني أساعده وأرد له بعض القمين، طلب مني مواد بناء بطرق غير مشروعة وعلمني الطرق اللي كان يسويها، وعرفني على بعض زملائه اللي كانوا يتعاونون معه في الشركة وفي الشركات الثانية. وطبعا أنا رفضت أني أكون نسخة منه لأنه لا يمكن أمد يدي لشيء بطريقة غير قانونية. وأنا مستعد أنك الآن تروحي تراجعي كل حساباتي، وإن حصلتي بيسة ناقصة طلبي للشرطة. هذا كل علاقتي بصالح. وليش ما قلت لي قبل أن صالح يقرب لك؟ أستاذة سميرة، لأنك لو عرفتي من البداية علاقتي بصالح ما كان خليتيني في الشركة من الأساس، لأنك بتظنين فيني ظن السوء، وهذا الشيء أنا ما أرضاه لنفسي. وبعدين أنا إنسان صاحب طموح وأريد أحقق طموحي بعيد عن الغلط، وأنت يا أستاذة سميرة أعطيتيني أعظم فرصة في حياتي، فلا يمكن مستحيل أرد هذا الجميل صفعة في وجه صاحب، مستحيل. ثقتي فيك كبيرة يا هلال، وأمانتك عندي غالية غالية. مسعد بتكون أعز عندي بشكل كبير لو نقيت حياتك من صالح نهائيا. تفضل. خير يا عبد الحميد، ايش في بعد؟ كان عندي غسان في المكتب قبل شويه وقال لي انه لا. خلاص يا عبد الحميد خلاص، انا عرفت كل شيء، وما في داعي من اليوم ورايح نسمع اي شيء عن موظفين الاكفاء من بعض الحاقدين. قالوا نعم. اي نعم تتكلم. ايش؟ أعتقد أنه بنتفق مع صاحبك مرشد وهنا بيكون الطمع زايد عليه. والله عاد أنت وشطارتك، وأنا كلمتك على طمعه. المهم أنت تعرف كيف تداويه بلسانك الحلو. ألو. أيوة صالح، أنا هلال معك. حبيت أحذرك من غسان، الظاهر أنه غسان يلعب عليك. إيش؟ جاي يخبر الأستاذة سميرة أنه أنا وإنت على علاقة مع بعض، جاي يخبرها علشان يأخذ السعر ويكون ضدي وضدك في نفس الوقت.
احذر احذر يا صالح من التعامل معه، ترى غسان صاير مثل الافعى. حبيت اخبرك بس علشان اكون رديت لك بعض الجميل اللي سويت لي اياه. مشكور يا اخوي، اتصلت في الوقت المناسب. تفضل اطلب وانا حاضر. اريد منك رقم تليفون غسان وباسرع ما يمكن علشان اعرفه من هو هلال. طيب بعد شويه بكون عندك. مع السلامه. صالح وين رايح؟ احنا رايحين الداخليه هالصوب. تقدر تقول لي ليش رحت الشركه مع سميره وقابلتها؟ يعني هذا هلال اللي كان يتصل فيك الحين، معنى هذا انه سميره كلمته يعني. بس يا صالح هذا ما له اي علاقه بموضوعنا مع مرشد. انا اللي يلعب علي من وراي ما احبه ولا احب التعامل معاه، لاني ما احب الطعن من الظهر. انا اطعن ما عليه لكني ما احب احد يطعني، واعتبر من هذه اللحظه انه ما في اي علاقه بيننا. تفضل انزل من السيارة. بنزل من سيارتك، بس المهم اعطيني فلوس الأول. فلوس؟ أي فلوس؟ 5000 اللي أعطيتك إياهن. اثبت إنك أعطيتني 5000 ريال ولا أقول لك روح اشتكي في الشرطة، وإذا سألوك من وين جايبنهم قلهم إنك سارقنهم، ويكون في علمك إن في الحالتين بتكون خسران. انزل بسيارة.